يا عظيم وين ابو صالح وين ابو صالح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. وقال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. باسم الجاه بنقول إخواننا إنا لله وإنا إليه راجعون، وعظم الله أجركم. وبطلب جميعا من الجميع قراءة الفاتحة عن روحه الشهيد وجميع الشهداء. يا اخوان، الموت ربنا وصفه بالمصيبة، ولكن احنا مسلمين نؤمن بالقضاء والقدر، خيره وشره من الله، ما ضلش من عمره ولا ثانية. الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي بيقول: لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها وما قدر لها. وإحنا مسلمين مؤمنين بالله ونؤمن بالقضاء والقدر. إخواننا، أنا بحكي لأهله لأمه لوالده، الله يعوض عليكم بخير عوض. آمين يا رب العالمين. هذه الجهة يا إخوان جاي لكم حسب العوايد، وهي جاهزة، حبيتوا تقبلونا جاهة حياكم الله، حبيتوا تعطونا عطوة لمدة عام حياكم الله، احنا جاهزين وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بالجاهة كريمة وجوه الخير من جبل الخليل ومدينة الخليل. اهلا وسهلا، حياك الله يا حاج. سمينا لباس الثوب يا حاج. حياك الله يا نعم. نبنا كفيل يا ابو. حياك الله، حياك. كفو كفو يا حاج، كفو. اعطينا 1000 دينار يا حاج. حياك الله. فراش عطوة هذول كل عارف. نراح أعطينا 30,000 دينار ما الحكاك جزء من البيئة عليه الصلاة والسلام. في عنا وعندكم عوايد بدنا نمشي فيها، حياك الله. ماشي نتخطى ولا شيء، احنا اللي معانا جاهزين. حياك الله، حياك الله. أعطينا الجهة بترتدش يا حاج. حياك الله، وانتوا وجوه الخير. حياك الله. هذا قسم من الدية يا اخوان، حياكم الله. اهلا وسهلا. قديش بدكم عطوا؟ العوائد حياك الله يا سيدي. اهلا وسهلا.
يا ميت اهلا وسهلا. انتوا الوجوه الطيبه وجهاء البلد واخواننا من جبل الخليل، ميت اهلا وسهلا بكم. احنا بدنا نخلي اخونا ابو خليل لحام يعطيكم العلوم باسم مكامديش ومؤسساتها، وميت اهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين. أما بعد، يا هذا الجمع الأصيل في هذا المقام، مقام الأكرم والأنبل منا جميعا في هذا المخيم، مخيم الشهداء، شهداء فلسطين، نستقبلكم بأرقى وأرق مشاعر الإنسان رغم الجرح والألم بفقدان ابننا هذا الطفل البريء الذي نحتسبه عند الله شهيدا بإذن الله. نستقبلكم جاهة كريمة باسمنا وأهلنا، باسم عائلة مصلح وأهالي دير الشيخ خاصة ومخيم الديشة بقواه ومؤسساته، قواه الوطنية ومؤسساته وفعالياته وأبنائه وعائلاته وأبناء هذه المحافظة. نستقبلكم في دائرة هذه اللحظة التاريخية من زمننا الفلسطيني لنكون معا في وقفة، وأرجو من الجميع الآن الوقوف إجلالا وإكراما لشهدائنا وقراءة الفاتحة على أرواحهم وروح الطفل الذي قضى في هذه الحادثة. أما بعد، إخوتي أهلي، في مثل هذه الأيام من سنوات قليلة خلت سقط أبناء هذا المخيم 5 شهداء، والمسيرة تتواصل في كل مدينة وقرية في الخليل وفي النقب وفي القدس وفي رام الله وفي كل مخيماتنا وقرانا. فنقف هنا اليوم في هذه اللحظات محتسبين ابننا كما أشرت شهيدا بإذنه تعالى، ونؤكد إخوتي إيمانا منا وقناعة بالقضاء والقدر، وإيمانا منا بقناعة أهلنا عائلة الفقيد بالقضاء والقدر، نؤكد لكم في مثل هذا المقام أننا لن نتجاوز أعراف ولا قيم كنتم سباقين بأن أخطتوها آباء وأجداد، تتلخص في كلمة ما أسماها، اسمها التسامح. فأمامكم وأمام أبناء هذه المحافظة وأمام أبناء فلسطين باسمي وباسم هذه العائلة المكلومة، نقول نحن لن نقبل الآن عطوة. جئنا وجئتم لنقول أننا أمام هذه الجاهة الكريمة سيكون هنا فرصة ولحظة ندعو الجميع أن يتمثلها أمام أحداث القضاء والقدر، فنتحدث يا حج عن الطيب. وهذه الكلمة تأتي قناعة والد مكلوم، فهو أمامكم سيكون له كلمة بأنه مسامح وأهلا وسهلا بكم، فالكلمة لوالد الفقيه. الله يسامح ابوي عمي جميعا. الله عوض عليك. شكرا لهذا الموقف النبيل، هذه الأصالة التي تدعونا جميعا لأن نتمثلها ونستذكر هذه العبرات على طفل كان يحلم والديه بأن يكون
له شأن يساهم في دفع مسيرة وطنه ويقدم لهذا الوطن الغالي كما كل أبناء فلسطين. أهلا بكم جميعا وشكرا باسمكم جميعا لوالد الشهيد ولعائلته ولأبناء هذا المخيم الصامد الصابر المقاوم المحتسب أمام أهلنا، وإلى الله أن يتغمد ابننا شهيدا بإذن الله. فهذا هو المال يرد إليكم بأمانة وصدق وإخلاص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على النبي. حديث واحد يا أخواننا يتمثل في هذه القصة، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث: ثلاثة كلهن حق، ما من عبد ظلم مظلمة فيفضي عنها لله تعالى إلا أعز الله بها نصرته. ما من عبد ظلم مظلمة فيفضي عنها لله تعالى إلا أعز الله بها نصرته، وما من عبد فتح باب عطية يريد بها صلة إلا زاده الله بها كثرة. يسامح لله، يعطي لله، يأخذ لله هذا الرجل. وما من عبد فتح باب مسألة يريد بها كثرة إلا زاده الله بها قلة. نقول ألف ألف شكر لكم جميعا ولأخونا أبو هذا الطفل. نسأل الله أن يكون في عليين وأن يغفر لهم وأن يعوضهم خير عوض وأن يثيبهم على هذا الموقف، ونسأل الله جميعا لنا ولكم العافية. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا يا أهلنا في منطقة بيت لحم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني آل مصلح خاصة وأهل دريش عامة، المصيبة كبيرة لكن المقدر كائن، والأعمار بيد الله. ذلك يوصينا بأن أجل الإنسان لا يتقدم ساعة ولا يتأخر. إخواني الأعزاء، باسم هذه الجهة الكريمة وباسم محافظة الخليل كاملة، لا يسعنا إلا أن نتقدم لكم بجزيل الشكر والعرفان لما أبدتوه من كرم عربي أصيل، ومن نخوة، ومن جميع الاحترام اللي احترمتونا فيه. وشكرا لكم وبارك الله فيكم. وبطلب منكم شغلة واحدة، إن نقدم شغلة صغيرة يتعينونا بكرة أو أي يوم بتلاقوا مناسب لتناول طعام الغذاء. وشكرا لكم وبارك الله فيكم. أنا أسمع، أنا بحب يعني بالمناسبة أبو الفقيد الشهيد طبق الآية بتقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أنا بدي أهنيه عليها، لأنه هو اللي ربحان فينا كلنا اللي قاعدين، هو أكتر واحد ربح، لأنه يوم القيامة ربنا بقول من العافين بتقدموا، لمنهم يتقدموا بقولهم أنتم مش أكرم مني، أدخلوا الجنة بدون حساب. فالله يعوض عليك خير عوض، وانت ربحان وتوكل على الله. اعطيهم رد على زياده علي. بارك الله فيكم جميعا، وان شاء الله اخي زياد ان يكون لنا لقاء قريب في مناسبه غير هذه المناسبه. نشكركم على جهدكم وما قدمتموه، ومره اخرى اهلا وسهلا بكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.
والعافيه.